هل مسألة الردع والرد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بشكل عام على هذه الهجمات هو أمر مؤجل من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليرى ما الذي سيحدث في الاتفاق النووي برأيك، خاصة وأن كان هنالك جرحى 4 جرحى من الجنود الأمريكيين في قاعدة حقل العمر النفطي قبل 4 أيام؟ هل تعتقد هو يؤجل، هذه الإدارة تؤجل مسألة الردع الآن؟ لأكون صادقا معك، أعتقد بأن الإدارة الأمريكية مشغولة جدا حاليا، يعني لا يمكن لإدارة أمريكية أن تتعامل مع كل هذه الأوضاع معا. الإدارة الأمريكية لديها الوضع مع أوكرانيا حاليا، ولديها كل المشاكل التي تتعامل معها داخليا، فأنا لا أعتقد بأنهم هنا يعطون الأولوية لهذه الشؤون. للعودة إلى الاتفاقية النووية، لا أعتقد بأنهم سوف يخاطرون بمثلا عمليات عسكرية ضد أذرع إيران أو حلفاء إيران على الأرض. بالتأكيد لن يكون هناك أي شيء ضد إيران. دائما الرد الأمريكي الرسمي على هذه القضايا يقولون بشكل صريح بأن هذا الأمر هو من مسؤولية الحكومة العراقية أن تتصدى لأي عمليات تجري خارج إطار الدولة والقانون ضد تواجد التحالف الدولي، وهذا صحيح وحقيقي من المسألة القانونية والعقلانية وغيرها، ولكن الحكومة العراقية واضح بأنها غير قادرة للتصدي أو ردع هذه الهجمات. برأيك في ظل المتغيرات التي نراقبها في الداخل العراقي، هل تعتقد بأن المتغيرات التي تجري الآن التي من الممكن أن تظهر لنا حكومة مختلفة تماما عن الحكومات التي شهدناها في العراق، هل تعتقد بأنها ستصطدم بهذه الفصائل المسلحة أو ستجد طريقا لإيقاف مثل هذه المظاهر التي نراها في بغداد أو على أي قواعد أو حتى على مستوى أربيل؟ لا أستطيع أن أتنبأ بأي حكومة قادمة إلى العراق، يعني حتى لم يتم انتخاب رئيس، فكيف برئيس الوزراء؟ فيجب أن ننتظر لنرى ما الذي سيحصل. ولكن يبدو لي بأن الفصائل المدعومة من إيران يبذلون كل جهدهم ليمنعوا إنشاء حكومة أغلبية، لأن حكومة الأغلبية هذه عندما قال مقتدى الصدر بأنه لا شرق ولا غرب ولا هجمات مشروعة في العراق، وهذا عندما كان هناك هجمات في العراق وقال بأنه يجب أن لا يكون هناك مقاومة. فأعتقد بأن حكومة الأغلبية سوف تمارس عملها كدولة ذات سيادة وليس بلد يسيطر عليها إيران. فلست أعرف كيف ستبدو الحكومة العراقية القادمة، ولكنني أود حقيقة أن أرى ما الذي سوف يحصل، وسيكون من مصلحة العراق أن يكون هناك حكومة ذات سيادة ليست خاضعة لسيطرة أو هيمنة إيران، سواء كانت هذه الحكومة داعمة للولايات المتحدة أو لا. طبعا الولايات المتحدة تريد ما يريده الشعب العراقي، وهو حكومة مستقلة وذات سيادة، والتي سوف تقوم بمسؤوليات أي حكومة ذات سيادة في أي مكان، وأن تستطيع حماية الدبلوماسيين الأجانب على أراضيها.